في فيديوهات اتنشرت ليا بالإكراه وضرب واغتصاب. واحد اسمه مازن إبراهيم اغتصبني تمام، ومصورني بالإكراه وضربني ومعورني في كل جسمي ومصورني بالإكراه، واللي منزله الفيديو دي كانت بنات صحابي متفقين معاهم. طب والله العظيم يا جدعان، وقسما بالله وقسما بالله عشان انتي مش مصدقاني، وعهد الله وعهد الله منا اتكت وصورت فيديو واتضربت على وشها وضربت نوسها. انا ما جيتش جنبها وعايز اروح للطب الشرعي، هي بتبزني عايزه فلوس عشان احل، عايزه تليفون وعايزه فلوس عشان احل لك المشكله. ان انا مازن ده عايز ان انا اروح اقول لبابا ده ما عملش فيا حاجه، وبيقول ان لو هي طلعت ما قالتش كده انا هذبحها. اذا كان لو الحكومه بتتفرج عليا نفسها تطلع تجيب لي حقي، مش عشان انا مثلا يتيمه او انا ما عرفتش العلم الصح.